ومن هان إلى كوبريس مرة أخرى بالمنتصف إلى الأبيض. يسوفي يلعب الكرة إلى الأبيض مرة أخرى. يسوفي وكرة حلوة ملعوبة خطرة 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 خطرة. جول جول لوكاس تاينوس. لوكاس تاينوس يسجل الهدف الأول. لوكاس تاينوس يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر المباراة. أول أهداف هذا اللاعب في البطولة يسجل في شباك غامبيا في الدقيقة 19 من عمر المباراة. اللاعب لوكاس تاينوس كاستاينوس. شوف بالإعادة وكاستاينوس يلعب ويسجل. كاستاينوس يسجل الهدف الأول في الدقيقة 19 من عمر اللقاء. واحد هولندا لا شيء غامبيا. كرة بينية ملعوبة حلوة هتخذ. ومرة أخرى زكريا الأبيض إلى كاستاينوس يسجل من خلال الهدف الأول لمصلحة المنتخب. شوف الكرة تلعب ومرة أخرى بالإعادة. يعني رغم أنه كانت الكرة ليست بتلك القوة ضعيفة كانت، ولكن الحارس ما تمكن منها. ركلة البداية تلعب لصالح منتخب غامبيا. الآن هي شاركت في بطولة أفريقيا في الدار البيضاء، فازت على غانا بهدف، على الكاميرون بهدفين، على الجزائر بهدفين. في النصف النهائي تغلبت على ملاوي 4-0، وفي النهاية على الجزائر 3-1. هي بطلة أفريقيا. بينما هولندا تأهلت. كرة ملعوبة الآن، هجمة الآن. زكريا الأبيض، زكريا الأبيض يحاول. كرة مقطوعة من سافاد، يلعبها بالمنتصف إلى باتي نيانج. نيانج يلعب الكرة لسيساي. سيساي يتوغل بالكرة الآن. هولندا عادلت إنجلترا بهدف، فازت على تركيا بهدفين لهدف، خسرت من ألمانيا 0-2. كانت ثاني المجموعة في الدور الأول. وركلة جزاء، ركلة جزاء، ركلة جزاء هي السابعة في البطولة. ركلة جزاء هي السابعة في البطولة. خمس ركلات جزاء في مباراة نيجيريا ألمانيا، في مباراة أوروغواي كوريا الجنوبية، في مباراة إسبانيا والولايات المتحدة، في مباراة الأرجنتين وألمانيا، وفي مباراة سويسرا واليابان أهدرت، وركلة جزاء كانت في لقاء كولومبيا وهولندا. هذه الركلة السابعة في البطولة، خمسة سجلت واحدة أهدرت. وابراهيم بويانغ على التنفيذ، وركلة جزاء بالدقيقة 26 من عمر اللقاء. ابراهيم بويانغ على التنفيذ، ابراهيم بويانغ على التنفيذ. ركلة جزاء لصالح المنتخب الغامبي. إذا بويانغ بويانغ يتقدم، إبراهيم بويانغ قدم ويسجل هدف التعادل في الدقيقة 26. إبراهيم بويانغ. نشوف اللاعب. إذا إبراهيم بويانغ، إبراهيم بويانغ، وسجد لله عز وجل. إبراهيم بريما بويانغ. إذن هدف واحد لكلا المنتخبين. وهناك على الطرف الآخر بوركينا فاسو تتقدم على نيوزيلندا بهدف واحد. الكرة ملعوبة وراجعة إلى هولندا. حجز كان واضح، وتوم بويري يترك الكرة للاعب آدم ماهر. ماهر يلعبها على السريع إلى أوزياكوب. هوزياكوف كانت مستعجلة، حصل كوبريس. كوبريس يلعب كرة بينية مقطوعة من الدفاع، راجع الكرة من خصم، والكرة خطرة داخل منطقة الجزاء. خطرة وتلعب عالية وخطرة. جول جول جول. توم بويري، توم بويري، توم بويري يسجل الهدف الثاني. توم بويري يسجل الهدف الثاني في الدقيقة 70 من عمر اللقاء لصالح المنتخب الهولندي. هدفين لهولندا، هدف واحد لغامبيا، وكرة جميلة عربية بخطأ دفاعي يستغلها لاعب المنتخب الهولندي، وتوم بويري يسجل الهدف الثاني لمنتخب هولندا بالدقيقة 70 من عمر اللقاء. هدفين. شوف الكرة عالية من المدافع، كانت كرة من خصم،
لعبة الكرة عرضية عالية، وتومبوري في أول لحظات دخوله يسجل الهدف الثاني. شوف الهدف من جديد. هدفين لمنتخب هولندا، هدف واحد لغامبيا.